طابت أوقاتكم مشاهدينا، جولة جديدة في عالم المال والأعمال، أهلا بكم. بداية من السعودية، حيث قالت تقارير اقتصادية إن السعودية صدرت نحو 696 مليون برميل نفط خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 136 مليار ريال، وهذه القيمة السعرية تعتبر أقل من القيمة السعرية خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 53%، وبلغ الاستهلاك المحلي خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2015 ما يقارب 200 مليون برميل، وبنسبة 22% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة وفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة الرياض. أكد مسؤول مصرفي رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري أن البنك لم يلغي التعامل بورقة البنك نوت فئة $100، موضحا أنه يتم التعامل بها في جميع التعاملات بالسوق ما بين الأفراد والشركات والبنوك. وأضاف المصدر أنه لا صحة لما يتردد بأنه تم إيقاف التعامل بفئة $100 التي تعد أهم فئات النقد تداولا خاصة في التعاملات كبيرة الحجم، مؤكدا أن التعامل $100 مستمر إلى جانب استخدام فئات البنك نوت الأخرى مثل $50 والـ$20. ومن اليونان، حيث قال وزير الاقتصاد اليوناني إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع شركاء اليونان في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي على حزمة من الإصلاحات في الأسبوع المقبل. وفي الأسبوع الماضي قدمت أثينا قائمة إصلاحات إلى دائنيها في محاولة لإظهار التزامها بتعهداتها المتعلقة بالانضباط المالي وإثبات جدارتها بالحصول على المساعدات. أما في الصين، وبعد مطالباتها المستمرة لتضمين عملتها في سلة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي على أمل أن تساعد الخطوة على فتح أسواق رأس المال، وبعد يوم واحد فقط من زيارته لبكين، قال وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو إن اليوان ليس مستعدا بعد لسلة عملات صندوق النقد العالمية. وعلل جاك قوله بأن معايير الانضمام لأصول احتياطي صندوق النقد الدولي تحتاج إلى أن تكون قيمة العملة تستخدم بشكل كبير في التجارة الدولية، فضلا عن أن تتميز بحرية التحويل، وهو ما لا يتوافر في العملة الصينية الآن. وافق مشغل التلفزيون شارتر كوميونيكيشن على الاستحواذ على برايت هاوس نتورك مقابل 10 مليار دولار أمريكي، والصفقة تتوقف على موافقة السلطات المنظمة في الولايات المتحدة. وتمتلك برايت هاوس نحو 2.5 مليون مشترك في خدماتها، مع تركز معظم أعمالها في ولاية فلوريدا إضافة إلى تواجد قوي في تامبا. ومن المقرر أن تكون شركة أدفانس نيو هاوس المالك لمؤسسة برايت هاوس أكبر حامل للأسهم في الشركة. ختاما مشاهدينا إلى أسعار العملات مقابل الدولار الأمريكي، وفيها بلغ سعر اليورو 1.7 دولار، والجنيه الاسترليني بلغ $1.47، بينما استقر الريال السعودي عند $0.26، وبلغ الدرهم الإماراتي $0.27، وارتفع سعر الجنيه المصري قليلا إلى $0.13. أشكر لكم طيب المتابعة مشاهدينا، وإلى اللقاء.